على أطراف مأرب تزداد شراسة المواجهة العسكرية بين الحوثيين والجيش اليمني. المحافظة مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة الشرعية، وورقة ضغط ثمينة للحوثيين في أي مفاوضات محتملة يوماً ما. آخر تطورات المعارك التي لا تعرف هدنة أو توقفاً تفيد باستعادة الجيش اليمني لمنطقة ناجة، في حين أن محاولات الحوثيين لا تتوقف من أجل السيطرة على الطريق الرئيسي بين مديرية الجوبة وجبل مراد. في الأثناء تقول قوات التحالف إنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وصلت حصيلتها إلى 115 مسلحاً خلال 24 ساعة الماضية، عدا عن شنها 40 غارة جوية على معاقل الحوثيين. فخلال شهر تقريباً أعلنت قوات التحالف عن قتل نحو 3,100 حوثي. مأرب المحاصرة من ثلاث جهات، المنفذ الوحيد لفك عزلتها من الشرق، وهو الطريق الوحيد للفرار في حال سيطرة الحوثيين الكاملة على المحافظة، وخسارتها ستكون ضربة موجعة لحكومة تحارب لإنقاذ شرعيتها. فمأرب الغنية بالنفط والغاز هي أهم معاقل الشرعية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع. الحال مشابه لما هي عليه مدينة تعز المحاصرة التي زارها المبعوثان الأممي والأمريكي، وتعهدا بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ودعم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام. يتقدم الخصمان ويتراجعان بعد كل معركة، ويبقى أكثر من 7 ملايين يمني محاصرين بالجوع والخوف بلا مأوى، فروا من مناطق المواجهات. لميس السردي، تي آر تي عربي.